الله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم مرة أخرى في متابعة برنامجنا التدريبي مهارات العمل النبوي. يشرفنا في هذا اليوم نستضيف الأستاذ ياسر الغرباوي في محاضرة عن إدارة الائتلاف. والأستاذ ياسر هو مؤسس مركز التنوع للدراسات والاستشارات. نعم. خير صار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا بشكركم على الحضور، وأخونا هيثم أخبرنا عدد زي كده يحضر في محاضرة نتكلم في قضايا النهضة والتنوع والاختلاف، فمؤشر على وجود همة يعني عندكم، وإن هذه العناوين قلما تستهوي أحد، يعني عناوين النهضة وتغيير الأمة والمشاكل، فهذا مؤشر إن شاء الله نحن مع شباب نوعيين، وأعتقد عندكم العاطفة والحماسة لتغيير الواقع لنحو أو إلى مسار أفضل. مركز التنوع للدراسات والاستشارات هدفه تأسس للإجابة على تحدي حقيقي في الأمة. مشروع النهضة تعرفنا عليه من خلال الدكتور جاسم تقريبا من خلال منذ حوالي 6 سنوات، فكان فيه 3 تحديات كبرى يعني أشار إليها مالك بن نبي وأشار إليها شكيب أرسلان، و كثيرين تحركوا على الأمة تعاني من 3 أمراض كبرى. المرض الأول استعمار والاستبداد، المرض الثاني الفرقة، الثالث الجهل. الاستعمار والاستبداد ما زال في مساحات فيها استعمار، ما زال مساحات فيها استبداد، وهذا ملف يحتاج إلى تفكيك من أين يبرز، كيف يتم التحرر، كيف بلاد تحررت لكن وقعت في استبداد آخر. فأعتقد في شباب اشتغلوا على هذا الملف، ملف الاستعمار والاستبداد، وكيف نتعاطى معه، وكيف ننقل الأمة من مربع الاستبداد إلى مربع الحرية والديمقراطية. أنا وجدت في نفس المربع اللي أنا ممكن أعطي فيه مربع الفرقة. قد نكون نجد بلد غير مستعمرة ليس فيها استبداد، لكن المجتمع يأكل بعضه بعضا. يعني أصبح الآن كل الأجسام الأمة الآن معرضة للانقسام إلى انقسامات، وكل انقسام مرشح إلى انقسام آخر. قلما تجد الآن كتلة واحدة مصمتة. إذا انتقلنا إلى فلسطين، قضية الأمة المركزية الآن بغض النظر عن من المخطئ من المصيب، ناس في مواجهة استعمار غاشم وقوة عالمية مهيمنة، وقاعدين فاصلين يعني في عراك بينهما أيا كان الأسباب، لكن في النهاية المشهد العام في انقسام. إذا انتقلنا على الساحة العراقية أنتم أدرى بالواقع الموجود فيه. فنحن الآن في هذا المركز انطلقنا لنجيب على تحدي الافتراق والانقسام والتنوع. كيف نجعل تنوع الأمة ومجتمعاتنا قوة وليس ضعفا؟ كل مكونات الأمة الاجتماعية الآن ليست مكون واحد. يعني إذا جينا على الحالة المصرية مثلا نجد انقسام في مسلمين وفي مسيحيين. إذا تحركنا للسودان هنجد عرب ونجد أفارقة. إذا تحركنا إلى المغرب هنجد الأمازيغ والبربر والعرب. إذا جينا للخليج هنجد الشيعة والسنة. فهذه التكونات الموجودة في الأمة هي مكونات أصيلة لم تأتي للأمة برجوت. يعني هذه المكونات هبطت على الأمة. لا، إحنا مصر قبل مجيء الإسلام حضارة فرعونية ثم حضارة قبطية حوالي 500 عام، ثم جاء الإسلام وناس استمرت في المسيحية وناس اختارت أن تكون أن تصبح مسلمة. لكن الآن النسيج المصري المستقر منذ 7000 سنة، الآن كل يوم لو تتابعوا الصحف احتقانات غير عادية. لو بنت مسيحية هربت من أهلها خطفوها المسلمين وفتنة طائفية ودخلنا في معترك يعني يكاد يكون دامي. فنحن هذا كان مجال بحثنا، كيف نجعل هذه المكونات تنطلق في مسار النهضة والتقدم وليس في مسار الاحتقان والاقتتال. دوافع تاريخية موجودة، أبعاد جغرافية موجودة، كيف نجعل التنوع قوة وليس ضعفا؟ فاليوم احنا هدفي من هذه المحاضرة نصل لمعنى نحاول نتناقش فيه كيف يصبح التنوع قوة. وأنا بنظر بقول أن التنوع أصلا لابد أن يكون قوة. طيب احنا نقلناكم يعني لكأس العالم، وأعتقدش أكيد كلنا طبعا اهتمينا وشفنا الأخطبوط المبدع يعني ازاي اختار الفريق الفائز، لكن لابد أن نرى الأحداث إن حتى لها معنى ولها مغزى. لو طبعا دي الكرة اللي لعبوا بها في كأس العالم الأخير 2010، هذه الكرة بها 11 لونا، يعني ما تفص الألوان الموجودة 11 لون. فحد يعرف ليه الكرة لعبوا فيها كان فيها 11 لون؟ ها عدد لغات جنوب افريقيا. طيب ادي الاجابه شباب تقول الوان الاعلام، بس كان في كاس العالم الاعلام الفريق اعتقد كان فرقه في كاس العالم 32 الوان مش مكرره. ادي اجابه في اجابه اخرى. 11 لاعب في الفريق. ها 11 لاعب
11 لاعب. طيب، هو فعلا في جزء من الاجابات صحيح، لكن اصعب الاجابات ان المجتمع الجنوب افريقي في 11 لغه وفي 11 مجتمع. يعني جنوب افريقيا مكونه حقيقه من 11 مجتمع، من الافارقه والزولو والهولنديين والاسويين والهنود. يعني مثلا غاندي تربى في جنوب افريقيا، احمد ديدات كان موجود في جنوب افريقيا، الاسويين الهنود جم مع الاستعمار الانجليزي، الهولنديين سبقوا الى جنوب افريقيا. فتستمد جنوب افريقيا قوتها ان فيها 14 مجتمع وفيها 11 لغه. مناهج التعليم هناك ب 11 لغه، المحاكم القضيه في جنوب افريقيا ب 11 لغه. هم حاولوا أن يوصلوا من خلال هذه الكرة أن تنوع المجتمع الموجود في الأصل قوة ليس ضعفا. بعد 1994 انطلق المجتمع الجنوب أفريقي من سياسة عزل عنصري وتمييز عرقي قاهر إلى مجتمع متناغم ومتعاون، وطووا جميعا صفحة الماضي اللي كانت مؤلمة جدا، وأصبح أحد مسوغات وجود كأس العالم في جنوب أفريقيا مانديلا. الآن احتفل الأسبوع الماضي بذكرى ميلاده، أصبح ميلاد مانديلا هو يوم عالمي. ليه يعني؟ إيه اللي عمله مانديلا يعني؟ لكن هؤلاء الناس فعلا رغم اختلفنا معاهم في كثير من الملفات، لكن تجاوزوا هذه الاحتقانات الموجوده وقرروا ان يتحركوا المجتمع الى الامام. اخطر يعني، وهذا امر يحتاج الى تضحيه. يعني في اول يوم لولايه مانديلا في 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 اصل الرئاسه الموجود طلع تصريحين، طلع بيانين. البيان الاول يعني تنصيبه، البيان الثاني في نفس اليوم قرار بطلاق زوجته. فيعني قرار يعني في اول يوم يعني مع الرئاسه امر عجيب يعني. طب ايه الخلفيات؟ الخلفيات ان زوجته كانت متورطه في بعض جرائم حقوق الانسان، كان عندها قضيه ان كان في اي من الاحتقانات السود والبيض كانت مشاركه في بعض الملفات. فالراجل خشي انه هنا تكون زوجته ان تاثر على مسار العداله الموجوده في جنوب افريقيا، فقرر انه ينفصل عنها حتى القضيه تمشي في اي مسار. اقصد ان هؤلاء الناس وصلوا لهذا الامر، دفعوا كلفه عاليه جدا من اجل فعل المجتمع يصل الى مرحلة من الانسجام. فحتى ان الكرة واصبح حتى الكلمات اللي بتقال في كاس العالم كلها تدفع في اتجاه ان هذا المجتمع مجتمع وليد وفتي، ومجتمع يستثمر تنوعه ويجعله قوة وليس ضعفا. طيب السؤال، متى يكون التنوع قوة ومتى يصبح ضعفا؟ يعني في مجتمعات كتير متنوعة لكن ما بين بعض فيهم قتال دامي، في مجتمعات متحدة يعني فيش فيها اختلاف وبرضك فيها قتال دامي. يعني عندنا كمسلمين يعني الصومال 100% سنة، مش بس كده، كمان كل الشعب مذهبه شافعي، لا في مالكة ولا حنابلة، كلهم شوافع. والصومال الآن قتال للركب، يعني قتال الآن في الصومال يعني ليل نهار، مسجد انفجر بعدين يعني حاجة عجيبة. طب هؤلاء الناس ليس فيهم اختلاف لا عرقي، كلهم حتى من سلالة واحدة، سحنة واحدة، عرق واحد، ديانة واحدة، مذهب واحد، ورغم ذلك لا يطيق بعضهم بعضا. فمتى يصبح التنوع قوة ومتى يمكن يصبح التنوع ضعف؟ احنا مع بعض، فاللي عنده اجابه اتفضل. امتى يكون التنوع قوه وامتى يصبح ضعف؟ اتفضل. قوه لما شيء مختلف يكمل الشيء المختلف الاخر، اما ضعف اظن يعني لما يعارض اكثر من انه يكمل. ان يعني التنوع بيعطي مساحه يعني في اخر مختلف، يبقى في اثراء في الحياه. معنى كويس. يكون التشكيل على مبدا اساسي واحد، وعمليه التكوين ما تكون موجوده. المشكله هنا عندنا عمليه التكوين، كل واحد يقول هذا غير اعتقاد صحيح، فلذلك انه يكون يعني مجتمع على مبدا واحد كلهم متفقين على واحد باختلاف الطرق او المناهج للوصول لهذا الهدف او ذاك. تمام. تفضل. مثلا نقول اذا وجدت اداره او حكومه تقريبا اللي كانت في دوله معينه انها تلم كل الاختلافات هذه على اساس مثلا خدمه واحده، هي خدمة الدولة أو خدمة الجهة أو خدمة كذا، فاحتمال يصير يعني نوع من القوة. تمام. في إجابات أخرى؟ تفضل. هو التنوع هدف واحد، لكن الطرق المدخول للهدف مختلفة. الأخذ اجتمع في نفس الهدف، وإذا كانوا طبعا هدف واحد لكن مش هدفه الأشخاص نفسهم، لما يكون تنوع بس الأشخاص نفسهم متضادين مع بعض فما راح يتبع. هو تنوع لكن في نفس الوقت هو ضعف، مش مجتمعين في الاخر على هدف واحد. تمام. انا اعتقد ان قضيه التنوع تكون في الاساس، طبعا كما تكون موجوده، لكن تكون في الاساس في قضيه النظر للاخر. الانسان والنظر للاخر، كيف انظر الى الراي المعارض لي؟ هل انظر على انه خطا ام انه راي اخر؟ فان نظرت على انه خطا فسيصبح الصدام ويصبح التنوع ضعفا.
أما إذا نظرت على أنه رأي آخر يحتمل الصحة والصواب كما أنا رأيي يحتمل الصحة والصواب، أتوقع في هذا المجال سيصبح التنوع قوة وسيصبح المجتمع مكملا بعضه بعض. يعني أنت كمسلم قابلت واحد مسيحي تعتبر رأيك هو خطأ، ممكن يكون تصح ممكن يكون هو خطأ ولا كيف؟ أنا أتوقع الآن نتكلم عن التنوع في الشريحة مثلا في الشعب المسلم. لا احنا قبل نتكلم عن الامه فيها مسيحيين، يعني الامه من تكوننا فيها مسيحيين وفيها غير مسلمين، فلو منطق ان ممكن يكون هو خطا وانت صح فكمل الخط، يعني اعتبر ان هل ممكن عقلتك تقبل كده ولا ممكن اقبل، لانه باعتبار ان الان انا اعتمد على ثوابت ومبادئ، ارجع عندما يعني يصادفني اي امر بد ان ارجع للمبادئ الدينيه التي اعتمد عليها. كويس. مبادئ الدين هي التسامح، مبادئ الدين هي قبول الاخر بغض النظر، وطبعا في السيرة أمور أو مواقف كثيرة تدل على ذلك، فلا بد أن يكون مرجعي مرجعية الدين، ولا بد أن أكون أنا كشخص مستعد أن أحتوي الآخر ما دام حتى وإن كان خطأ، إن كان خطأ من أجل التصحيح وإن كان صحيحا من أجل أن أسير خيره. أوكي إبراهيم. التنوع ممكن يكون خلاف وممكن يكون اختلاف. لو كان خلاف أنا متخالف معاك وإحنا التنين نسعى لهذه النقطة، أنا مخالفك هحاول أهمشك أحاول أقصيك، ولكن إذا أنا مختلف معاك في الجزئية اللي أنا مختلف معاك هحاول أحلها، إذا ما قدرنا أحلها إحنا ماشيين في نفس الطريق. هذه بالنسبة للتنوع، هيك يعني التنوع إذا إحنا صرنا إذا بنسعى لنفس الهدف وبكون ماشيين بتضاد، يعني اني انا احاول دائما اني انا اشوش عليك وكذا، هذا حيكون دائما ضعف. ولكن اذا انا قبلت الذي يعني ممكن اني انا اقبله منك، اذا كان في ارضيه مشتركه بيننا ننطلق منها وانظر دائما الى الاشياء المشتركه ما انظرش الى الخلافات عشان تمام. نوصل للمجتمع نهضوي او مجتمع كويس. تعوز هيثم في اجابه؟ طيب يعني تفضل. التنوع لما مثلا يكون عندنا موجب والسالب يكون في تجاذب فيكون قوة، لما يكون سالب والسالب يكون في تنافر يكون في ضعف. تمام. يعني مجمل إجاباتكم حامت حول الحمى، يعني حامت حول الإجابة الصواب اللي هي بتتمثل فيه التنوع في حد ذاته كونه ضعف وكونه قوة بيخضع لنظرتنا احنا للتنوع. يعني مثلا في واحد بيعتبر ان زي ما قال اخونا اقرب ان كيف ينظر للآخر ان هذا عبء على الواقع الموجود وان دي يعني خائن بحكم تاريخه السابق وان دول اعانوا الاستعمار وان هذه الفئه فئه ضاله وفئه غير مفيده، فالتنوع لا يمكن ان ننفيه ولا يمكن ان نلغيه، لكن الاعتبار في تحويل قوه ضعف هو مدى رؤيتنا احنا لهذا النوع هذا التنوع، يعني مدى انطلاقنا من هذا التنوع هو في حد ذاته قوه ولا ضعف. لذلك اكبر معركه معركه الافكار. اخونا قال ان الدين مبني على التسامح وان النظره الدينيه الصحيحه تقول التسامح، هيجي لك واحد تاني بيقول لك نظرة دينية أخرى لا مبنية على إنك لا تلقى عليه السلام وضيق عليهم الطرقات، وهؤلاء الناس دول مثلا على المسيحيين ده بيسبوا الله كيف نتعامل معهم؟ يعني أحد الشباب في مصر دخل أحد المساجد فالشيخ بيتكلم برضك نظرة دينية، هؤلاء الناس يعني يسبوا الله لقد جئتم شيئا إدا وقالوا الله لا الله له ولد، فصاحبنا خرج أول كنيسة راح مولع فيها، ده بيشتموا ربنا يعني. وفي أكثر من كده، وعندك حديث في البخاري يعني أكبر الكبائر أن تصب الله، كيف تصب الله أن تجعل له ولد؟ فرجل قال هذا المقطع وتوقف في الخطبة. بعد أسبوع من الحادثة الشاب دخل مسجد تاني فقابل واحد كده ربنا كرمه وأعلم وتنور وقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لفظ البر لا يتقل مع الأب والأم، لكن جاء في هذه الآية مع النصارى، فقال له طب يا عم طب ليه ما قالوش من الأول كده؟ يعني الراجل بعد ما كان قال له يا ريت كنت جيت في الاول كنا لحقنا الكنيسه اللي ولعنا فيها دي. ف راي النظر الديني فعلا محتاجين، فاذا اللي جعل هذا يحرق الكنيسه وجعل في اليوم الثاني يندم ان الوجبه الفكريه والعقل الفكري تلقى رساله خطا. يعني مثلا ليس ابن سعد كان افقه من مالك رحمه الله، كان كبير فقهاء مصر، لما بدا الكنائس تبنى في مصر وتنتشر يعني لبعض المسلمين انزعج فقال يا امام ما رايك في بناء الكنائس، احنا كل يوم نصبح لها كنيسه بنت. فقال يعني اولا قال له يا بني وهل بنيت الكنائس الا بعد عمرو؟ يعني انت سؤالك خطا اصلا، الكنائس لم تبنى الا عندما جاء عمرو بن العاص وحرر مصر من الرومان واتاح الناس حريتهم،
فهل بنيت الكنائس إلا بعد عمرو بن العاص ومن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الشاهد الذي يجعل التنوع قوة يجعله ضعف هو مدى رؤيتنا نحن لهذا التنوع ومدى استيعابنا له ومدى استثماره ومدى اعتبار أنه قوة ليس ضعفا. أنا أرى أنه حاجة نفسية وأنه رأي أن ما هو في عقولنا في اتجاه هذا التنوع. فالتنوع لا يمكن أن ننفيه ولا يمكن أن نلغيه، ولكن نظرتنا للتنوع كيف هي تكون. إذا أصبح عالم أفكارنا أن هذا التنوع خبال ووبال ولابد أن نتحد في حزمة واحدة، هتجد كل أفعالك متسقة مع أفكارك. تبدأ مثلا في الصف انت بتبتعد، يعني تبتعد عن اي واحد مخالف، تبدأ تاخد جانب من الجوانب، ما تبدأ العلاقة تتشنج بدرجة من الدرجات، يبدأ بعد ذلك يعني كيف تبدأ اصل المشاكل الطائفية في ثلاثية خطيرة جدا، ودي لابد نعرفها. يعني ايه اللي بيحصل؟ مجتمع مستقر فجأة تلاقي حصل فيه انفجار. اول شيء كما زي ما قلت شيء نفسي، تبقى اول حاجة مرحلة استعلاء، احنا الاصوب واحنا الاحسن واحنا الافضل وهم دول مين واحنا اصل البلد. يبدا بقى الكلام اللي يبدا بقى هذا النشيد اللي ما لا نهايه، يبدا حاله من الكبرياء والاستعلاء. ثم صاحبنا ما قفش عند كده، عاوز بقى يعني يعطي الاستعلاء يعطي له معنى ويعطي له قوه، فيبدا يستدعي من النص، يبدا يستدعي من القران من السنه، والاخر ادب يستدعي من الكتاب المقدس ان احنا الاصل وهؤلاء الناس ضالين فيبدا كل واحد يحشد الالات والعدد الموجوده في هذا الخطاب. بعد الاستعلاء والاستعداء ياتي العداء. خلاص احنا كده جهزنا المتلوف وجهزنا القنبله، الفكر بقى مش تشنج والايات بقت موجوده برؤيه اخرى، باقي بس فقط احنا نشعل النيران في هذه الاجواء. فاذا اعتبار التنوع قوه واعتباره ضعف هو في النهايه بيخضع لرؤيه الانسان ان هذا التنوع قوه ام ضعف، هي حاله نفسيه وحاله فكريه. طيب تعالوا نشوف القران، يعني وطبعا دي احد الاشارات في المركز اشتغلنا عليها مده 3 سنين، ان محتاجين ابحاث في هذا المجال يا جماعه. كل ما يكتب عن مجتمعاتنا وتنوعها هو كتابه غربيه، يعني مثلا ملف الشيعة، ايه اللي عرفه عن الشيعة؟ كلام مجتزأ وموتور، ما تجد لا تجد كتاب وازن. اما كتاب يقول لك بس العقيده الفاسده والضاله، طب يا عم دول البشر امتى تكونوا؟ ازاي يعني عايشين فين؟ كيف؟ لا انا يعني الكتاب اللي قراته عن الشيعة اسمه الهيرني توتال، كاتب فرنسي اسمه الشيعة في العالم، رجل يقول ان في هذا الكتاب اكتب ما لم يجده احد، ما لا يعرفه الشيعة ولا السنة عن انفسهم. هو راجل جنرال فرنسي في البحرية الفرنسية، كتب كتاب حوالي 200 صفحة ملخص، تعرف الضبط بدا بالرسومات التواجد، يدعي ويقول ان في هذا الكتاب يعني انا اكتب عن الشيعة وعن السنة ما لا يعرفوه عن انفسهم، لان كل ما كتب عنا مجتمعات خارجة عننا، يعني مجتمعات مش يعني باحثين لم يعيشوا في المنطقة، هل كتبوا لمصلحتهم؟ هل كتبوا برؤيتهم؟ لكن نحن لم نكتب حتى الآن تاريخنا بأنفسنا أو تاريخ مجتمعاتنا أو مكونات مجتمعاتنا. فمثلا الاختلاف في القرآن معنا ضخم جدا، محتاجين لو في حد فيكم شرعي أو عنده رأي يعني يبدأ يدرس كيف يتعامل القرآن مع الاختلاف. يعني مثلا في سورة هود يقول سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولذلك خلقهم، يعني حتى طاهر بن عاشور كبير مفسر تونس يقول يعني احنا في آية أخرى ربنا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون. فكيف نوفق بين هذه الآية ولذلك خلقهم؟ يقول إن الاختلاف أحد المقاصد الغائية في القرآن، وجود الناس مختلفين أحد المقاصد الكبرى في القرآن، ومن آيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين، يعني القرآن طبعا محشود بمعنى الاختلاف، ولا القرآن لم ينفي الاختلاف، والإسلام لم ينفي الاختلاف، بل اعتبره في بعض الأحيان قوة، لكن كيف نديرها نحن هذه القوة؟ لا يمكن التنوع ننفيه ولا نلغيه، ولكن المشكلة كيف ندير هذا التنوع بدرجة من الدرجات؟ فهذا مسار اللي عنده قدرة شرعية يبحث في القرآن كيف يتعامل القرآن مع الاختلاف. هتجد آيات مملوءة جدا بالاختلاف، والاختلاف متى يكون مذموم ومتى يكون محمود. يعني ربنا عندما يتكلم عن أهل الكتاب: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. اختلفوا بعد ما جاءهم العلم، ففي اختلاف فيه بغي، تجد بغي. في النهاية نحن نحتاج إلى دراسات في هذا المسار كيف تعاطى القرآن مع الاختلاف ومع التنوع. طيب هنحاول يعني بنقول ان التنوع قوه، فنبدا بسؤال مهم جدا: الحضاره الاسلاميه ودارة التنوع والاختلاف. الحضاره الاسلاميه، الاسلام
بدأ كرسالة في منطقة يعني صحراوية يعني مفقرة يعني ليس بها مقاومات حضارة فارس ولا حضارة فرعونية ولا حضارة بابل. الإسلام تحرك من هذه الرقعة كما يسميها دكتور جمال حمدان الرقعة البالية جغرافيا، ولم ينتصر الإسلام ولم يتمكن إلا عندما وضع جناحيه على 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 الهلال على العراق وعلى مصر. يعني الإسلام تصبح له قوة بشرية وجيوش وأعتاد ودواوين إلا عندما وضعته على العراق وفارس ووضعته على مصر. فعمليا الحضارة الإسلامية، ما هي مكونات الحضارة الإسلامية وهذا الإسلام كيف انتشر وكيف وصل إلينا؟ يقول يعني كثير من الأدباء وكثير من المؤرخين الإسلام انتصر بجهود الخيال العرب، فاتحين العرب، وكتب الإسلام بالقلم الفارسي. معظم الكتب التراثية العميقة الأصيلة كتبت باللغة الفارسية، ودفع عن الإسلام بالدرع التركي الذي حمل الإسلام فترة طويلة جدا خلاف العثمانية الأتراك. فعمليا مكونات الحضارة الإسلامية ليست فقط هي مكونات التي قام بها العرب في الجزيرة العربية، ولكن عندما استصبر الإسلام هذا التنوع واعتبر أن المصريين الموجودين الفراعنة والأقباط جزء من المجتمع، لبعضهم أسلم من قوة المجتمع، واعتبر أن بلاد فارس حضارة ضخمة جدا وإمبراطورية عظيمة جدا ورثها الإسلام، لم ينفيها الإسلام، لما دخل الصحابة مصر لم يكسروا تمثالا ولم ينسفوا هرما، ما حصلش ما نسمعه الآن، ولم يهدموا مسلة، لكن استثمروا هذا التنوع، أبقوه على ما فيه، وانضم كل هذه الجهود للحضارة الإسلامية. في أحد الدراسات العميقة جدا في الأنثروبولوجي في علم الإنسان عن منطقة اسمها أخميم، منطقة دي في مصر مشهورة جدا في صناعة النسيج، فبدأ الدارسون يشوفوا يعني كيف أثر الإسلام في هذه الصناعة. الصناعة موجودة منذ آلاف السنين، الإسلام دخل، هل ألغاها؟ هل شطب عليها؟ لكن لا، بدأ الباحثين ينظروا كيف انتقلت هذه الصناعة من عهد الفراعنة إلى عهد سيدنا عمرو بن العاص. في العهد الفرعوني كان يرسم على النسيج صور الآلهة راع وأخناتون ثم بعد فترة المسيحية المصريين دخلوا في الديانة المسيحية وقدموا تضحيات ضخمة جدا، كان مصر ما أصبحت مسيحية كانت تحت الإمبراطورية الرومانية وكانت إمبراطورية وثنية، فقتل آلاف المصريين من أجل إيمانهم بالديانة المسيحية. وجد أن القماش في هذه المرحلة بدأ ترسم عليه صورة المسيح وسيدة العذراء بدرجة حسب ما يفهمون يعني. ثم لما جاء الإسلام يرى أن الصور حرام، أصبح النسيج ترسم صور الطيور والأشجار. في النهاية المسلمين لما جم الآلهة خلاص انتهت، الناس أسلمت، فأصبح الصناعة لم تلغى ولكن أصبح فيها مدخل آخر والإسلام حافظ عليها. الشاهد أن مكونات الحضارة الإسلامية إبداعها العظيم جدا أنها كانت تدير التنوع بحكمة واقتدار لم تنفي أمة من الأمم. المثال الآخر وأعظم كتاب بين أيدينا القرآن الكريم، يعني حتى يقول القرآن يعني القرآن نزل في مكة ونزل على النبي عليه الصلاة والسلام، كتب في اسطنبول وقرأ في القاهرة. معظم القرآن وتراثه العظيم نزل في على النبي عليه الصلاة والسلام، انتشر القرآن نشر عظيم جدا عندما دخلت الطباعة إلى الخلافة العثمانية وقرأ بالصوت المقرئين المصريين المشهورين لحد الآن، فيعتبروا حتى هذا القرآن خدم من قبل نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام، طبعته في تركيا وقراءته بالقراء المصريين. فالمكون الحضارة الإسلامية ليس فقط هو الإسلام، لكن الإسلام زائد حضارات الأمم الأخرى. في معضلة بسيطة جدا يقول الدكتور جمال حمدان الحضارة الإسلامية تعني مبادئ الإسلام زائد حضارات الدول التي فتحها، هي الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية مبادئ الإسلام التي جاء بها الإسلام من يعني التوحيد وإلى المبادئ الكبرى، وأضاف إليها الحضارات الموجودة الأخرى، لن ينفي أي حضارة أخرى، إنه بعث لأتمم مكارم الأخلاق. ففكرة الإسلام جاء يهدم ما قبله في باب العقائد صح، لكن التراث اللي كان موجود والفن اللي كان موجود والتنوع اللي كان موجود، الإسلام استفاد من هذا التنوع جعله قوة وليس ضعفا. أجبنا على هذا السؤال، المكون الحضارة الإسلامية مبادئ الإسلام زائد الأشياء الأخرى موجودة في الأمم الأخرى. طيب هنشوف برضك وقائع من وقائع في تاريخية ومعاصرة، كيف أن هذا التنوع كان أصبح قوة وأصبح فخر وكان مسار وسبب في انتصارات كثير من المسلمين. المنظر ده حد يخمن يعني رجل دي منين وعايش فين؟ ها؟ صعيدي كويس، صعيدي أسيوط. ها؟ أسيوط، حد في حاجة بعد أسيوط؟ النوبة، هذا الرجل من النوبة شعب في داخل النسيج المصري،
كان قبل بناء السد العالي عايشين في منطقة خلف السد العالي، منطقة البحارة السد العالي، كان موجود 44 قرية نوبية. هذا الشعب أولا سحنة مختلفة عن سحنة المصريين، له لغة نوبية خاصة، يتكلمون لغة مش لغة عربية ولا لغة أخرى، لغة نوبية ومقسمة إلى لهجتين، كل يعني قبيلتين كبار وكل قبيلة لها لهجة. طيب إيه علاقة الموضوع بالتنوع؟ هؤلاء الناس الموجودين في أقصى جنوب مصر، هؤلاء الناس أحد الأسباب الكبرى لانتصار المصريين في حرب العاشر من رمضان. نفكر إيه يعني إيه اللي حصل، عملوا إيه يعني، دخلوا طلعوا من الصعيد كده يعني إيه السبب، إيه سر قوتهم إنه ما كان أحد أسباب النصر؟ حفروا القناة. حفروا القناة؟ وعلاقة القناة بأكتوبر؟ إحنا كنا في حرب أكتوبر كانت إشكالة كبرى كيف نعبر القناة. طيب اتقربت من الإجابة. اللغة تمام. احد اشكاليات طبعا، احد اشكاليات الصراع العربي الاسرائيلي طبعا لحد الان التفوق التكنولوجي الاسرائيلي. لحد الان اسرائيل تملك اقوى طائرة في المنطقة، اقوى سلاح طيران في المنطقة، تملك السلاح النووي ونحن لا نملكه. انت بتحارب ناس بهذه العقلية، هو عقل غاشم جبار ومعه ادوات. اولا كان اهم سلاح في الحرب هو سلاح الاشارة، سلاح الاتصالات، ان يكون بين قوات اتصال. طيب هذا السلاح في الحالة المصرية بعد حرب 67 هو سلاح مخترق بحكم ان التقدم التكنولوجي الاسرائيلي والتصنت هو لا يقارن بالحالة المصرية كانت موجودة. فاذا استخدمت اللغة العربية الان في اسرائيل يفهم اللغة العربية احسن منا. تعريب برنامج مايكروسوفت الان في اسرائيل، تعريب هذه البرامج الان احد مراكز الكبرى في اسرائيل ومصر، مكانين بس. طيب اذا كلمت لغه انجليزيه هم ارقى مننا في الانجليزي. طب فرنساوي، طب والحل؟ بدا التفكير مصر نستعين باخواننا في النوبه، خلوا اصلاح الاشاره من النوبه، محدش فاهم حاجه. ومش بس كده، كمان قبيله من ناحيه دي وقبيله من ناحيه دي، حل انت بقى. فالاسرائيليين سامعين الكلام. يعني مثلا قابلت واحد نوبي هنا في الدوحه، بقول له قال لنا نوبي، قلت له طب اول مره، قلت له ايه عم عندك؟ قال لي طبعا لغتنا مختلفه خالص. قلت له يعني ايه؟ قال لي انا ما اقول لك ازيك اقول لك بالنوبي سكري فيه. قلت له يعني ايه سكري؟ قال انت كويس، والله انا كويس. فهذا التنوع الموجود في النسيج المصري لما استغل استغلال حقيقي جدا، لولا هذا يعني اخطر سلاح دخلت الجيش. انت في الصحراء تايه، ما لا علاقه لك بالجيش الا ان واحد يقول لك يمين شمال اضرب، ما تشتت مش شايف قدامك. فتخيل هذا السلاح الاسرائيلي بقى سمع الكلام لكن لم يتخيلوا ان يستعينوا بلغه نوبيه. فعندما استغلنا هذا الملف الموجود في تنوع الامه اصبح هذا التنوع قوه. للاسف الان نحن نخسر هؤلاء الناس. 44 قريه هجرت بعد بناء السد العالي، لم يعوضوا عن هذه المساكن. الان بدا في كلام بيطالبوا الان بحقوقنا، يا جماعه احنا اتظلمنا. والان بدا تسمع الان في البي بي سي وراديو لندن، اصبح هؤلاء الناس اللي كان سبب نصر الان مستائين جدا، اخذوا اراضيهم ونقلوهم امام بعد السد. هذا الشعب مرتبط جدا بالنيل، يعني كان بيوتهم طبعا بيوت جميله جدا، ودخلتوا على النت تشوفوا بيوتهم رائعه جدا، لهم اغانيهم الخاصه ومناسباتهم الخاصه. هم اخر الناس اسلاما في مصر، اخر شعب اسلم في مصر، لكن لما اسلموا كلهم اسلموا، مفيش حد، كلهم مسلمين. كان تملي عيشوا على ضفاف النيل، لما هجروهم ونقلوهم دقنوهم في داخل الصحراء، اقرب بيت من النيل 10 كيلو. فطبعا الناس لحد الان مستائين. فهذا التنوع موجود، لما أدرناه بشكل صح كان قوة. والآن أحد المشاكل الكبرى الآن القادمة في مصر هذا الملف، إذا لما تعاطى معه تعاطي جيد جدا نخش بقى في دارفور وانفصال النوبة وأمر آخر. يعني دي إيه منظر إيه ده؟ ها؟ فين حتى ده؟ عكرنيش. ها خلاص كله متأكدين إن هو المتحف؟ ها؟ كلام نهائي؟ طيب دي متحف، فعلا المتحف الاسلامي في الدوحه. ايه علاقته بالموضوع؟ المتحف الاسلامي في الدوحه طبعا تحفه معماريه قويه جدا وعظيمه جدا، اللي صممه مهندس امريكي من اصل صيني سارك، هذا مهندس في تصميم جزء من متحف اللوفر في فرنسا واحد المتاحف الكبرى في كندا. حفل افتتاح انا سمعته بيقول ان انا اوكلوا لي تصميم المتحف وانا لا علاقه لي بالعماره الاسلاميه، ما اعرفش يعني ايه عماره اسلاميه. قال بدأت أبحث عن العمارة الإسلامية، فذهب للمغرب والقيروان والأندلس وذهب إلى القاهرة. كتب كده في المقدمة: وجدتها في مسجد أحمد ابن طولون. هذا المتحف بهذا الشكل مرسوم على شكل نافورة
مسجد احمد بن طولون في القاهره، الميضه بتاع المسجد، مكان الوضوء. فهذا المسجد الضخم بني في القرن التاسع الميلادي، اللي هذا المصمم الامريكي يعني او حاله هذا المبنى بهذا الشكل الجميل الان، مبني على شكل نافوره صغيره في مسجد احمد بن طولون. هذا المسجد الضخم الجميل اللي في مصر اللي بناه مهندس مسيحي مصري. هذا المسجد اللي احمد بن طولون اللي على شكل متحف الاسلامي بناه مهندس مسيحي مصري. الفكره ان كان ابن طولون حابب يبني مسجد، فاراد ان ياخذ الاعمده من الكنائس، عاوز يعمل مسجد، فبدا قالوا ما هاتوا الاعمده من الكنائس، الجماعه دول تعبنا واحنا موحدين، دول جماعه كفره. فقال المهندس، قال له بالله عليك سيب الكنائس زي ما هي، انا هعمل لك مسجد بلا اعمده. وفعلا هذه التحفه المعماريه القويه جدا خرجت من مسجد، خرجت من راس مهندس مسيحي موجود في مصر. الشاهد ان الحضاره الاسلاميه حتى في ارقى مصادرها المساجد ساهم فيها ناس وناس غير مسلمين. طيب احنا كده دخلنا يعني مش هدخلكم كنيسه، بس انا دي كنيسه القيامه في فلسطين، اشير اليها الى دور المسيحيين العرب في الحضاره الاسلاميه. والحضاره الاسلاميه لم تبنى فقط بمبادئ الاسلام، بنى بجهود اخرين يفتخرون انهم ابناء الحضاره الاسلاميه. المسيحيون العرب هم الذين قاموا بترجمه التراث اليوناني الى الحضاره الاسلاميه، معظم الترجمات اللي تمت في عهد الترجمه وكان يعطى الرجل وزن الكتاب ذهبا قام بها المسيحيون العرب في هذه الفترات، وهم يفتخرون بهذا الامر، يقول نحن مسيحيون لكن نفتخر اننا ابناء الحضاره الاسلاميه. وانا شخصيا عندما اقتربت منهم في فترات البحث الاخيره وجدت يعني وطنيه ودافعيه وخدمه للامه الاسلاميه منقطعه النظير. لكن هنا في نت هيثم، ممكن في نت هنا مش موصول النت. طيب. فالمسيحيون العرب ساهموا في ترجمه التراث اليوناني ونقلوه الى الحضاره الاسلاميه. هذا في العصر القديم، العصر الحديث مثلا. اخر زياراتي في الاجازه قلت خلاص خلينا نشوف بقى الواحد يبدا يشوف الافكار اللي بيقولها يختبرها على الارض الواقع. فانا في بلدتي واحد احد الرهبان رحت زرته. فالراجل مش مصدق، قلت له انا جاي ازورك، قال لي بجد؟ قلت له والله جاي ازورك مفيش حاجه يعني ما تخافش. فقال لي طب اقعد. فجلسنا نتكلم، فالراجل يعني قال لي بشيء مفاجات لم اكن اتخيلها. فقال لي اولا انا اصلا مهندس زراعي. قلت له جميل. قال لي انا كنت في حرب اكتوبر عبرنا مع المصريين وكنا صايمين زيهم. الحرب كانت في رمضان، قال له صمنا طبعا مع الناس وكنا بنكبر، يعني ناس عبرت بهذه النفسيه. وقال لي انا كنت في الكتيبه التي اسرت عسافيا جوري الاسرائيلي، كان قائد سلاح المدرعات الاسرائيليه، اسر في حرب المدرعات. قال لي انا كنت من الضباط اللي اسروه. مش بس كده كمان، قال لي طبعا وغيري مات، انا كنت ممكن اموت زي اي مصري موجود. قال لكن للاسف كل زملائي في الجيش خدوا نجمه سينا. نجمه سينا تعني رتبه عسكريه والمعاش زياده فيه حوالي 2000 جنيه شهريا. قال لهم كلهم خدوها ما عدا انا. طب ليه؟ يعني انا يعني نفس التحديات والخطوره كنت مشترك فيها. الاخطر من كده كمان، قائد الجيش الثالث الميداني في حرب العاشر من رمضان كان اللواء عزيز باشا مسيحي. قال لي كل دي مقبول. يعني ممكن يكون موظف اخطا وانا اعتبر كده. الراجل قدرا اسمه عم نبيل بني بجوار بيته مسجد. فقال لي طب يا عم عامل مسجد كويس، كل جمعة يدعو علي. كل جمعة خطيب مسجد، اللهم عليك بهم، اللهم جمد دم في عروقهم. قال لي طب انا عملت ايه يا عم ياسر؟ قلت له والله انا قلت له ما اعرفش. قال لي طب خدي كمان المطوع راح يصلي في الجامع. طب يا عم ما تقول السلام عليكم، قول صباح الخير، واحنا مش بشر؟ صاحبنا المطوع يبص له كده يروح ماشي. فقال لي طبعا يعني وضع خطا. قال لي يعني فبالتالي هؤلاء الناس بدرجه من الدرجات شاركوا في بناء الامه، وبالتالي لابد ان نعتبر وجودهم قوه لنا جميعا وليس ضعفا. حتى لو طيل في موضوع المسيحيين العرب، اخر زياره في شهر 6 الماضي زرت الاستاذ رفيق حبيب. الاستاذ رفيق حبيب ابن رئيس الطائفه الانجليه في مصر. فطبعا زرناه في مقر الطائفه، قلنا بقى نتكلم بقى في التنوع وكده. فالراجل اعطانا محاضره في الاسلام ما فيش حد فينا يقدر يقولها. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ بص يا ريت حتى كنت انا اخر مقال نشرته مكتوب اسمه جهاز كشف الفتنه، كان 5 محاور خرجت منها من زياره، يا ريت لو طبعتوه ممكن موجود في النهضه وموجود في التوك وموجود في الموقع عندي. فقال 5 محاور كانت مهمه جدا. قال حل مشكله التنوع ان يطبق الاسلام الحضاري، مفيش حل لا حل علماني ولا حل غيره.
وبدا يسرد ان فعلا احنا مرتبطين بالحضاره الاسلاميه ونهوضنا هو لازم يكون من خلال الاسلام. وطبعا كان كلام فعلا انا ادعي ان يعجز كتير جدا من المشايخ ان يقولوا زيه في اثر الاسلام وكيف يدير الاسلام هذا التنوع الموجود. فانا بس بدلل الان من خلال هذه الشرائح ان التنوع الموجود في امتنا ينبغي ان يكون قوه ليس ضعف. اخر حاجه اختم بها في دور المسيحيين العرب الذي اثر لويس التاسع في الحمله الصليبيه التاسعه على دمياط هم الاقباط المسيحيين، رغم ان صلاح الدين تعب وطلع عينه وراح صلاح الدين ما حجش عشان يحارب الصليبيين، اللي اصل لويس التاسع هم الفلاحين المسيحيين المصريين. فالشاهد ان هؤلاء الناس لا يمكن ان نخون على طول الخط ونقول هؤلاء الناس خطر، هؤلاء الناس مكون اصيل في وجود في الامه، لو اعتبرناه قوه سيكون قوه ونهضه لهذه الامه بدرجه من الدرجات. توقفنا في المحطه الاخيره ان الوقائع التاريخيه بتقول ان فترات اداره التنوع استثمار نتج عنها انتصارات ونتج عنها تقدم. يمكن حد من الوقائع الجميله جدا في الفتره الفاطميه في مصر كان رئاسه الوزراء والضرائب والامور كانت موكله للمسيحيين واليهود. وكان الفقهاء المسلمين اقل شويه في الرواتب في المعاشات. فشاعر يقول: احبابنا نوب الزمان كثيره وامر منها رفعه السفهاء، فمتى يفيق الدهر من سكراته وارى اليهود بذله الفقهاء. امتى الكون يتعدل ويبقى الفقهاء؟ يعني كان في الاصل في الدوله كان الامر بيوكل لاهل الخبره. لحد الان في الساحه المصريه موضوع المحاسبه والضرائب عندنا طبعا بطرس غالي هو رئيس ماسك وزاره الماليه. ففي هذه الفترات فعلا اوكلت المهام لمن يحسنها في هذه الفترات. اذا تكلمنا على المسيحيين العرب ودورهم في الحاله الاسلاميه، من باب الواجب اتكلم ايضا عن الطوائف اخرى الاسلاميه التي ساهمت في وقائع تاريخيه مهمه جدا. الذي دافع عن القدس في وجه الصليبيين هم الفاطميين الشيعة، دافعوا عن القدس 40 يوما كاملة. أطول حامية في التاريخ صمدت في التاريخ الإسلامي، أطول حامية في التاريخ الإسلامي صمدت تحت الحصار القارس ليلا ونهارا هي الحامية الشيعية في طرابلس. صمدوا في وجه الحملة الصليبية 9 سنوات وطلبوا الاستعانة من العباسيين، والعباسيين لم يستجيبوا لهم في هذه الفترات. فالوقائع التاريخ بها فترات مشرقة جدا تدل على ان التنوع اللي كان موجود في هذه الامه عندما يدار بشكل صحيح جدا نحصل على نتائج عاليه جدا. واذا فشلنا في هذا التنوع سننظر في اخر المحاضره ما هي النتائج الكارثيه لهذا الفشل. هذا كان على الجانب التاريخي. طب هل في الواقع المعاصر الان في دولنا الاسلاميه التنوع كيف يتم ادارته في اتجاه النهضه والنهوض؟ طبعا اكيد تسمعوا عن ماليزيا. طيب مين فيكم راح ماليزيا؟ طب تمام. انطباعاتك عنها ايه؟ يعني الناس اللي قابلتهم هنا كلهم من نوع واحد؟ كلهم مسلمين؟ كل ولا في ميكس؟ انت قابلت قد ايه هناك؟ قابلت مين من يعني من الجنسيات من الديانات المختلفه هناك؟ اغلبهم مسلمين. كان في عرب. كان في ناس هنود. ملاوي. على مستوى العرق، على مستوى الديانه في ناس. جميل ماشي. حد شاف حد تاني هناك؟ احنا رايحين على ماليزيا تقريبا اسبوع. انا مش سامع صار صوتك. رحنا على ماليزيا تقريبا لمده اسبوع. كنا رايحين قضايا من مؤسسه القدس. نعم. فرحنا في اجتماع تنسيق في قضيه القدس. نعم. حضر تقريبا 21 جمعيه. من ال 21 جمعيه خيريه عامله لفلسطين 17 جمعيه مسيحيه. 17 جمعيه مسيحيه لاجل القدس، وكان مقدموا لنا افكار يعني خلال دورتنا في العالم كانت افضل افكار نفذناها والان تنفذ المؤسسه عن طريق 17 جمعيه مسيحيه اللي تعمل للقدس. جميل. طيب فعلا يعني ذكرت شواهد من ماليزيا. تركيب جغرافي ماليزيا موجود في ماليزيا 20% رجال اعمال صينيين، يعني 20% من المجتمع الماليزي هم رجال الاعمال البيزنس ارقى ناس اموالهم الصينيين. بعدهم ياتي الهنود قطاع الخدمات والاي تي والبنوك حوالي 12% والباقي فقاره من الملاوي. دي التركيب الموجود التركيب العرقي والاثني. على المستوى الديني بدءا من البوذيين والمسيحيين والمسلمين. قبل ما يهاتير محمد كان الوضع موجود، افقر ناس الملاوي فقاره في زراعه الرز، والصينيين البيزنس والخدمات الهنود.
طيب يا عم البلد يعني في حالة فقر، وفي 1965 وقعت مذبحة عرقية أكلوا بعضهم بعضا، جماعة المسلمين دول المسيحيين دول اللي جم على بلدنا، والصينيين دول ولاد كلب كفر أبوذيين، والدول الجماعة الهنود مش يعني بيعبدوا البقر. طب احنا هنا هينفع الكلام ده بقى بقر مع إسلام مع، طيب إيه الحل يعني؟ يعني طب بقى الحل خلاص نطهر الأرض من هؤلاء، نرجع الصينيين بلدهم والهنود يرجعوا مكانهم، واحنا نقعد بقى كده نزرع الرز وربنا معانا. لكن مهاتير محمد وضع آخر. مهاتير محمد أحد إبداعاته الكبرى كيف أدار هذا التنوع. قال لك لا، هذا التنوع الموجود، الصيني اللي جاء قعد في ماليزيا بقاله 60 سنة قاعد في ماليزيا ويفتخر إنه ماليزي، والهندي اللي جاء من الهند بقاله 100 سنة قاعد في ماليزيا، لا ينبغي إخراجه. الواحد قال لو مشى كندا 5 سنوات بيحصل ربما حصل الجنسية قبل أساس دنبر، كان في سهولة في كده. لا بدأ قاله طب إزاي نجمع بين الثقافة الإسلامية والثقافة البوذية. في الآخر دائما أهل المشرق الشرق كله في تقديس الأسرة في احترام للأخلاق، فعمل حاجة اسمها الأخلاق الآسيوية، إحنا عايشين في ماليزيا نحترم الأخلاق الآسيوية. وبدأ فعلا وضع نمط اجتماعي جديد يعتبر أن وجود الصينيين قوة في المجتمع بأموالهم، وجود الهنود في قطاع الخدمات قوة للمجتمع، وينبغي للصينيين والهنود أن يعلموا مين؟ الملاوي. فكان ابتعاث الطلبة لمدة 10 سنين فقط في ماليزيا لابد يكون من الملاوي على نفقة الصينيين والهنود. طلعوا قانون أن الآن الصينيين هم أكثر تعليما والهنود أكثر تعليما، الجماعة الفقراء دول مش هنتركهم، احنا هنبني المجتمع سوا. في اول 10 سنين من بناء الدوله لابد يبتعث الطلاب الماليزيين الملاوي من اصل اهل البلد. وفعلا يعني بتطبيق هذه السياسه خرجوا وتعلموا، اصبحت الان ماليزيا الاقتصاد العاشر عالميا، اصبحت ماليزيا الان الاقتصاد العاشر عالميا بفضل اداره هذا الملف واستثمار التنوع في انه قوه وليس ضعفا. هذا في الحاله الاسلاميه. تعال ناخذ في الحاله الامريكيه، الشعب الامريكي يعني ما يعني من كل حدب وصوب، الهنود الحمر جزء اللي باقي، اسيويين هنود مصريين كل عرب، لكن هؤلاء الناس اداروا الملف التنوع في بلدهم بدرجه عجيبه جدا. يعني يوم ما نجح اوباما كتبت مقال انتشر جدا اسمه اوباما يستفز الشيعة والسنة، اوباما يستفز الشيعة والسنة. هذا الرجل بغض النظر عن الخلفيات هو اول اسود يحكم الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن هذا كان دونه يعني خارط القتاد، جهد السود ومالتن لوثر وتحركوا حركة ضخمة جدا حتى نالوا حقوقهم، وتوج هذا أن يأتي إنسان ملون حسب كفاءته في منصب الرئاسة الأمريكية. فالشاهد أن المجتمعات كما قال غاندي تقاس تحضرها بمدى تعاملها مع الأقليات، متى حضرت أي أمة كيف تستوعب المختلف والآخر الموجود، وكيف تكون حضن متسع وصدر متسع يتسع لأكبر مكون موجود في الأمة. فالوقائع المعاصرة في نهوض الأمة أيضا بتأكد أن هذا الملف إذا أدير باتجاه صحيح سيكون قوة ليس ضعفا. طيب ما علاقة التنوع اللي أما تكلمنا فيه الآن في بناء الدول بمشروع النهضة؟ يعني إيه المفروض النهاردة نوصله، وكيف نجعل في تطبيق لهذه الأفكار الكبرى على مشاريعنا الموجودة على الأرض؟ يمكن عجبني أخوان بيتكلم بيقول أن الجمعيات المسيحية اللي أعطتهم أفكار لخدمة القدس هي كانت أفكار أكثر إبداعا من غيرها. إحنا فعلا عاوزين كده، يعني مؤسسة القدس الآن لما الناس فتحت عقولها إن مش شرط إن قضية القدس يا جماعة مش قضية المسلمين بس. المطران حنا عطلة في القدس أحد الرموز المناضلة الثابتة جدا في وجه الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي. أسطول كسر الحرية اللي انطلق وأصبح الآن له شهرة كان فيه قواسيسة هم اللي أعطوه زخم كبير جدا، وكانوا معرضين للموت مثل أي حد آخر موجود. فهذه القضية إن التنوع والاختلاف إذا اعتبرناه قوة هينعكس على مشاريعنا. المالك بن نبي رحمه الله طبعا كتب مهم جدا نمر عليها، يعني واجهة العالم الإسلامي، شروط النهضة، كتابات أرجوكم يعني أعتقد مهمة جدا أي حد مهتم بالنهضة يمر على كتب مالك بن نبي. مالك بن نبي يعتبر أن أي تغيير عشان يحصل في حياتك في مجتمعك في مدرستك لابد ينطلق من خلال ثلاثة عوالم. انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بإيه؟ ما بأنفسهم. للأسف بعض الناس أو بعض المشايخ إذا وقف ما بأنفسهم يبقى احنا اذا اقمنا الليل والنساء تحجبت ودخلنا المساجد هنطلع القمر. دي فعلا جزء من النفس، لكن النفس كما ان فيها العاطفه فيها العقل وفيها العلاقات. لن ينضبط اي عالم من عوالمنا الا اذا انضبط عالم الافكار وعالم العلاقات وعالم المشاريع. او عالم العلاقات، عالم الافكار وعالم العلاقات وعالم المشاريع. طيب ماذا نقصد بالتنوع في هذه الافكار؟
تنوع الأفكار في العالم. هيجل يقول من أين يأتي التقدم أو كيف تولد الأفكار؟ تولد الأفكار من نقيض الأفكار، نظام توليد الأفكار. والله تقول إن عفوا يعني واحد يقول لي إلحادي الكون لا إله والحياة مادة، يقول واحد لا الكون خلقه الله والحياة ليست مادة، من بينهما هذا السجال تطلع أفكار كبرى وعظيمة تدرج ما بين الإيمان إلى أقصى درجات الكفر، والمجتمعات حرة أن تختار من الأفكار ما يناسبها. فتنوع الأفكار بينتج عنه تنوع عجيب جدا يتيح لنا أن نختار ما يناسب مجتمعاتنا. فعلى مستوى تنوع عالم الأفكار، الرأسمالية برزت في أوروبا الغربية وكانت تغالي جدا، دع وشعارها المعروف دعه يعبر دعه يمر، أي تجارة اللي عاوز يتاجر فيش اسمها حدود ولا سدود، والسوق يعدل نفسه وكله يتاجر ولا حاجة اسمها جمارك كما نصل أنا إلى درجة العولمة. هذا الأمر أضر جدا قطاعات كبيرة جدا في أوروبا، والعمال ظلموا جدا، والمرأة استغلت في العمل في المصانع، أجرها كان زهيد وأصبحت سلعة، وأصبحت استغلال المرأة في التسويق والبضائع. هذا الأمر نتج عنه أمبارز ماركس، قال لك لا يا عمي يا عمال العالم اتحدوا وإحنا لازم نكسر العملية دي، وإن الشيوعية القادمة لابد نرجع إن إلى الشيوعية. الشيوعية جاية فكرة المشاع، إن كل يكون بتاعنا، لكن الجماعة دول الذين البرجوازيين والجماعة الرأسماليين دول خدوا المصانع وخدوا المصالح وجابوا الدين عشان يسكنوا الناس. قال لك الدين أفيون الشعوب، أصبر وأجرك في الجنة هناك. فقال لك لا ما فيش حاجة اسمها أصبر، إحنا ناخد حقنا. وبدأوا عملوا فلسفة الحزب الشيوعي. هذا الحزب الشيوعي الصارخ جدا مع الرأسمالية الضخمة جدا نتج عنها الآن نموذج ثالث خالص، الاشتراكية الديمقراطية. الضمان الاجتماعي الآن في هذه الدول أخذ ما في الشيوعية من حسنات، ما في الرأسمالية من حسنات، وأنتج منتج ثالث خالص وأكثر فائدة. يعني زميلي كان مقيم معي في الدوحة وانطلق لكندا، فأخبارك يا عم شريف؟ قال لي والله أنا تمام جدا في كندا. قلت له يعني أحسن من البلدنا العربية؟ قال لي عم ما تقارنش. قلت له يعني إيه؟ قال لي أنا في أحد الأيام يعني تملي مغتربين بدرجة من الدرجات وهموا العائد المادي، والله إذا كان في قطر بدوني 5 والإمارات 10 روح الإمارات. يعني الناس يعني منطق كثير من الناس. فبسأل قال ركب الباص، بسأل السواق بقول له الواحد زي حوش إذا واحد يعني يدخر. فقال لي السواق كده أن وقف السيارة وسؤال غريب، بقول له ليه؟ قال لي تحوش ليه؟ قال له يعني أدخر يعني. قال له ما تدخر ليه؟ قال له أنت الآن تشتغل. قال له قال له ما اشتغلتش هتاخد بدل بطالة قد معاشك، هذا أول ملف. فبالتالي أنت خايف ليه؟ وبعدين أنت لو مرضت احنا هنعالجك في أرقى مستشفيات كندا على حساب الدولة، والله إذا فشلنا هنبعتك دولة أرقى في الطب من كندا. فأدي الصحة خلصت، أبنائك يعلموا في أرقى جامعات الموجودة في كندا، ولو أنت عاوز تحسن تعليمهم تدفع حساب، تدفع فيه 500 ريال يعطوك على 500 ريال كل شهر 1000 ريال زيادة. فتحوش ليه؟ فقال لي في هذه اللحظة فقط فهمت حديث الرسول: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عند قوت يومه فكانما حجز له الدنيا بحذافيرها. فأنا خلاص أدي جزء من الاشتراكية كانت موجودة. طب وفي نظام الرأسمالي على العكس طبعا في مجتمعاتنا، بقول له واحد عايش في مصر قلت له القصة دي، قال لي بقى احنا عايشين على الحديث الثاني. قلت له الحديث الثاني؟ قال لي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تغدو خماصا وتروحوا بطانا. احنا بنطلع على الله اما نرجع كذا او ما نرجعش. فكله يعني فهذا جدا هذا التنوع الموجود في افكار اشتراكية ضخمة جدا نتج عنها رأسمالية شرسة جدا. المجتمعات اختارت ما افضل ما في الاشتراكيه وافضل ما في الرأسمالية، وعملوا النظام الاشتراكي الديمقراطي. والان اللي بيتكلم ببردع في مصر يقول لك انا عاوز اعمل الاشتراكيه الديمقراطيه مكان النظام الموجود. طيب هناخد على مستوى اقل جدا، في وكاله ناسا كان في قضيه كبيره جدا شغلاهم قبل بقى الكمبيوتر، قبل استخدام الكتابه الالكترونيه. احنا عاوزين يا جماعه في الفضاء محتاجين نكتب، ازاي نكتب بالاقلام في الفضاء؟ يعني حد عنده خلفيه حل المشكله ازاي؟ كان لا بس مش انا مصدق في الاخر، لكن الفكره كان في مسار من العلماء شغال ازاي يعملوا مكنه ضغط، مضخ الضغط في القلم طبعا مفيش جاذبيه فالحبر كان يطلع لاعلى، فناس بتفكر وشغاله مراكز بحثيه ان يعملوا بامب مكنه ضغط في القلم وازاي يكتب القلم. لا الجماعه الروس قال لك لا يا عم القلم رصاص، اتحلت قصدي النهايه. لكن هذا لا ينفي ان قدره هؤلاء الناس في بحثهم في وجود كلفه اخرى في الحبر ويعملوا مضخه في القلم، ان في خلى فريق ثاني يقول لك لا في مسار ثاني احسن. طيب مسار ايضا على تنوع الافكار حتى لو في مشروع صغير جدا، لابد يا جماعه نرحب بالافكار المختلفه.
يعني احنا لو حتى شغالين في اتحاد طلبه في جامعه ولا شغالين في شركه ولا بنعمل مشروع نهضول اذا لم نحترم ارائنا الاخرى واختلافها وقد تبدو ساذجه جدا لك يا عم انت، لكن لابد ان تقدر وتدرس اذا كان فيها قابليه للانفتاح على المستقبل. احد شركات الانتاج شركه بتنتج البان، وجدوا انه احد معايير الجوده احيانا تاتي عبوات فارغه، يعني تيجي تخش مثلا تروح اللي يقولوا تاخد علبه زبادي فاضيه، لكن ما الانتاج مثلا عندك مليون علبه تطلع يوميا، طب ايه الحل؟ فيعني لازم يعمل جوده بحيث المنتج يكون جيد على مستوى العلبه على مستوى التعبئه على كم سنت بيتعبى بالظبط. طيب عملوا دراسه كبيره جدا، احد الدراسات قال لك لازم يجيب جهاز بالليزر ويقعد اشعه المنتجات، فالمنتج الفاضي يعني يبدا يخرج، وطبعا الكلفه كانت عاليه جدا. طيب يا جماعه المهندسين ما شافوا لنا حل، ناس طوح هندسه يعني مروحة. ها مروحه قريت عن الموضوع بحيث ان الضغط الهواء بيطير العلبه الفاضيه وبتوقع وبتضل ماشيه. اه فجي كده مهندس كده تاني قال لهم يا جماعه لا احنا بحاجه بسيطه، ما قال اخونا هنجيب مروحه شديده جدا على خط الانتاج فالعلبه الفاضيه تطير، خلاص احنا حللنا المشكله. لكن هل يعني لوش ان هذه الشركه منفتحه عقلها منفتح يا عم انت مروحه الله يهديك، يعني كان ممكن الكلام لا يقبل اصلا. لكن تخيلوا ان كانت في الشركه في عقل متسع ان قد تكون فكره بسيطه جدا لكن منفتح على المستقبل واختلافها مش عيب، اخذ بقى تخيل بقى ان جهاز ليزر وتصنيع ومناقصات وبرضك الله اعلم الليزر الكهرباء تقطع يعني، لكن مروحه العلبه بتطير، خلصنا من هذه العلبه الفارغه. فتنوع الافكار على مستوى الصغير للكبير في نظري وفي نظرنا لابد يكون يا جماعه قوه ومفيد جدا. طيب تنوع المشاريع، يعني مش كل اهتماماتك هتجد زي الاخرين. انا من الحاجات اللي ادهشتني مصر فيها مشاكل يعني كاي دوله من هنا يعني لعنان السماء. في احد الحدائق جالس كده فعربية اسعاف بيطريه ضخمه جدا واقفه في الشارع ودكاتره اطباء بيطريين وفي ايه، وبعدين في دواب في الحديقه فيها الله يعزكم فيها حمير وحصنه فدكاتره نازلين اي حمار يعدي يكشفوا عليه. طب احنا الناس قاعده في الحديقه ناس عيانه، طب اكشفوا على البني ادمين الاول. فاستغربت وبعدين وجدت عربيه اسعاف، الحمار لو تعبان يروح الاسعاف. طب يودوه فين؟ مستشفى البيطريين، مستشفى الحمير. يا عم احنا مش عارفين نعالج الناس، حمير ايه وبتاع يا عم؟ الناس دي طبعا انا يعني مستغرب، لجنه واقفه واطباء لابسين بلطويات بيضاء واسعاف، وبعدين عميد راجل يجيب الصحي يقول له لا دي الصبح مرتين قبل الاكل، اكل قبل الغداء، وصفه يعني طبيه. فاستغربت قلت والله ده حاجه ايه ده؟ فقربت قلت اسال ايه يا جماعه؟ قالوا احنا جمعيه رعايه الحمير. طب ايه الموضوع؟ قالت لا ده احنا الجمعيه دي بقى لها 100 سنه شغاله في مصر. 100 سنه؟ قلت له 100 سنه شغالين في الحمير يعني في رعايه الحمير؟ قال لي اه. قلت له طب الفكره جت منين؟ قال لي في احد الايام كان في سائحه انجليزيه جايه في مصر سياحه، كانت في الاقصر بتركب حاجه اسمها الكاريتا الحصان ولا، فوجئت ان الحصان حالته تعبانه جدا والراجل يعني اللي بيوكله وعمال يضرب فيه فصعب قلبها صعب يعني على تاثرت بعمله وقف خيري بقى له 100 سنه لرعايه الحمير والحمير والدواب في مصر، فرع في اسكندريه وفرع موجود في القاهره. هذا مشروع احد مستهجنه، لكن هذا المشروع على مستوى الـ يعني المحلات اللي عالجها كثيره جدا، كان ينزلوا حتى انا اتعجبت مش بس قاعدين في المستشفيات، في اسواق في مصر اسواق للدواب فقط، يعني فكان ينزلوا للحملات الطبيه من اجل هذه الدواب. هذا التنوع موجود الان في هذه المشاريع اعطى لبلد مصر وجه حضاري بدرجه من الدرجات. هذا كان كنا يا جماعه المسلمين كنا عاملينه زمان، انا استغربت يعني هذا عملته المراه الانجليزيه. رجعت لاحد كتابات الشيخ يوسف ربنا يكرمه عن الوقف الاسلامي. كان موجود وقف اسلامي في المغرب، تخيلوا الايه؟ وقف للنساء الغاضبات. مثلا واحده من مصر متجوزه في المغرب، شوف بقى المسافه قد ايه، فجوزها مطلع عينيها هتروح فين يعني عم تتحرك تروح لاهلها في المغرب لمصر في معاناه. فوجدوا ان الازواج اللي بدأوا يستغلوا ان يكون زوجته من خارج البلد يبدا يقسو عليها، فواحد قال لك لا احنا لازم نحل المشكله دي، عمل وقف اسمه وقف الغاضبات، يعني اذا مساله عقدت خالص دار ضيافه كامله تستقر فيها الزوجه حتى نجد حل مع صاحبنا، كان وقف الغاضبات. واحد تاني من الناس اللي طيبين قال لك لا كان في الخدم والله مثلا بتغسل الاطباق اتكسرت، بعض الناس كان يعني اما يضرب، فقال لك لا نعمل وقف اسمه وقف الاوان المكسوره. تجيب الطبق المكسور تاخد طبق سليم. وقفه كان موجود، كان شكلنا حضاري كان احسن. اوقات في المغرب مع هجره الطيور جايه من اماكن البرده جايه الى المشرق في البروده، فقال لك والله الطيور جايه تعبانه
ومنهكة وما فيش ترانزيت، ايه الحل؟ فاحد المسلمين عمل وقف اسمه وقف اطعام الطيور المهاجرة. راجل عمل وقف للحبوب يرشوه على السواحل واستقبلوا الطيور، والمصاب يعالج، وقف رعاية الطيور المهاجرة. طب في عهد عمر بن عبد العزيز عمل مشروع متنوع ايضا، قال لك يا جماعة احنا اطعمنا الناس، طب في وحوش في الغابة جعانة، يعني في اسد يكون الحاجة كده تعبان النهاردة ما راحش الدوام، لازم نساعده. بدأ عمل وقف اطعام الوحوش، يلقوا باللحوم على افواه الغابات. الشاهد ان هذا الامر قد نزور الان، لكن لما هذا من مفاخر الحضاره الاسلاميه التنوع الموجود ما بين رعايه مشروع قد تظن انه غير جيد لكن يخدم شريحه انت غير متخيلها. فلا ينبغي ان نحقر مشروعا ولا نعتبر ان المشروع ليس له قيمه، لا، هذه المشاريع لها قيمه وفائده انت ربما تكون لا تعلمها. الامر الثاني كما ذكرنا في تنوع العلاقات، عشان نصلح عالمنا الموجود لابد علاقاتنا تتنوع وتنفتح على كل الناس وعلى كل الاجناس. على المستوى السياسي مثلا، التجربة السودانية في حكومة عهد الترابي كان موجود قبله جعفر النميري، أقاموا نظام جديد في السودان. هذا النظام قال إحنا نظام إسلامي، طبعا نظام إسلامي، فبدأ الحصار وفرض الحصار ضخم جدا على السودان. الأمريكان شركة أحد شركات البترول كانت خلاص تستخرج البترول من السودان، لما جم الجماعة الترابي والرجالة بتاعته عملوا حصار وأغلقوا الأبار وتركوا السودان. طيب ايه الحل؟ يعني الناس هؤلاء ناس يموتون؟ لا، بدأ الآن الترابي بتفكيره، كان أرسل قبل 20 سنة نتحرك في فكرة إقامة الدولة السودانية طلاب إلى الصين، قال لهم اجلسوا هناك اتعلموا صيني واتجوزوا من الصين. يعني في بعضهم قاعد في الدوحة الآن، موجود دكتور طلب يتكلم اللغة الصينية، وهذا من الجيل اللي كان راح الصين ورجع. فلما حصل الحصار الأمريكان صدوا الأبار ومشيوا، جم الجماعة الصينيين دخل فتحوا الابار واشتغلوا طلعوا البترول، والامريكان ندموا انهم سابوا الصين. هذه العلاقات المتنوعه مع العالم المختلفه وقت الازمات هي فرج ومفتاح لاعتبار ووجود كيانات للامه. لابد نصنع علاقات مع كل الناس، مع كل الشعوب، مع كل الجامعات وقت الشده. هذه العلاقات تنفع بدرجه من الدرجات. تركيا الان، تركيا واسطول الحريه واردوغان، ويعني فرحانين الان بالاتراك وطايرين في السماء. ايه اللي اعطى تركيا قوه الان؟ مستشار الان وزير الخارجيه التركي وراجل المخطط الاستراتيجي في الجغرافيا السياسيه قال لك عشان نتحرك يا جماعه صح في المنطقه لابد نعمل اول خطوه نعملها تصفير المشاكل مع الدول المجاوره. الاتراك قبل العداله والتنميه لهم مشاكل مع الارمن في اذربيجان، يعني خلافات من ايام الدوله العثمانيه. لهم مشاكل مع سوريا لواء الاسكندرونه والفرات. لهم مشاكل مع روسيا ودعمهم من الشيشان. لهم مشاكل مع صربيا كانت موجوده، طبعا مشاكل مع العراق مع الاكراد. قال لك يا جماعه مش هنتحرك، احنا هنتحرك، هنحارب العالم كله. عشان نتحرك لابد من اغلاق كل هذه الملفات. تقريبا اغلقوا 90% من الملفات، خلافاتهم مع سوريا، خلافاتهم مع الارمن، خلافاتهم مع تركيا، مع العراق، خلافاتهم مع روسيا. والان بدا خلافات بسيطه موجوده، مش بسيطه، موجوده جدا مع الاكراد، لكن في النهاية ضبط عالم العلاقات هو الذي جعل تركيا الآن بعض البريق الموجود في الساحة الإسلامية الموجودة دلوقتي. فعمليا هذا التنوع مفيد في مشاريعنا، مفيد في حياتنا إذا اعتبرناه قوة في عالم أفكارنا المتنوعة. الفكرة والأخرى اقبلها، لا تستأمن هذه الفكرة. على مستوى المشاريع، أي مشروع بدأ وإن بدأ صغير هو مفيد، ولابد تديره بشكل أيضا منفتح على التنوع. المسار الأخير أن علاقاتنا الموسوعة المتسعة والموجودة هي بدرجة من الدرجات تجعل في اتساع وفي سعة. كان عفوا احد الامثله الشخصيه، يعني احنا كنا في جامعه القاهره وانا شخصيا كنت في اتحاد الطلبه، وطبعا كنا شباب بقى القدس ومظاهرات واضطرابات، يلا بقى يعني قد قضيتنا. طبعا وقت الازمه يبدا الجامعه تغلق، ومعروفين بقى يعني فلان بيخطب وفلان رئيس اتحاد الطلبه وفلان كذا، معروف كل التوجه الاسلامي على طول معروف. طيب والحل؟ عايزين نخش الجامعه والجامعه مقفوله. فكان طبعا معانا بنات في الدفعه، هم قاموا متعاطفين معانا جدا، لكن مثلا قد تجدها مش محجبه. الحل اخش في عربيتها، انت داخل في عربيه مش متخيل احسن الناس انها تخش. فكان وقت الازمات تجد ان هؤلاء الناس كانوا يعني عون للشباب الموجودين بدرجه كبيره جدا نحن لا يمكن نتخيلها. الناس فيها عاطفه والناس فيها مشاعر لكن نقدرها. قد تكون هذا الجانب هي مقصره فيه، لكن كنا نفاجئ والله. يعني نتكلمهم عن الحجاب وعن الاسلام، والله يعني انا فوجئنا عن معرض الحجاب. طب والله انا اول ما اعرف ان الحجاب فرض، هم ليه ماما ما قالتليش؟ طب والله ما اعرفش. لكن في النهايه يعني هم يعني الانطلاق ان هؤلاء الناس ما يعرفوش يا جماعه، يعني انت بس لو قلت كده دول خلاص ده شكلها كده على جهنم عدل، مش هينفع. لازم يعني في مساحه ان هذا الاختلاف موجود، قد يكون له اسباب اخرى ما نعرفهاش.
فلما تعاملنا مع هذا التنوع انه مش كانه يعني ممكن نستفيد منه استفدنا بدرجه من الدرجات. طيب اذا والله هذا الكلام واحد قالك بقول لك ايه يا عم لا تنوع ولا بتاع احنا بص قول مسيحيين وشيعة وبتاع الدنيا دي كلها مش جايبه همها خش بالرجاله يا فرج مفيش فايده في الجماعه دول له احنا يا عم انت بتتكلم كلام خلينا واقعيين شوف اللي بيحصل دلوقتي. اذا يعني كنا بهذه الصلابه على مستوى هذه الافكار ادعوكم بس نقرا هذه بعض احصائيات نتجت احنا كيف قدرنا هذا الملف. خسائر المنطقه العربيه في حروبها الداخليه الطائفيه والقوميه والعرقيه 10 أضعاف خسائرنا مع العدو الإسرائيلي. حرب في جنوب السودان استمرت 20 سنة مع كل طلعة شمس كانت تدفع الحكومة السودانية $1,000,000 وشعب دي كثير من الفقراء. اضرب 20 مليون اضرب 1,000,000 يوميا 365 يوم في 20 سنة حرب ضروس على ما بين الساحة السودانية بين الأفارقة وبين العرب. حرب إسرائيل لحد الآن بالإحصائيات عدد الضحايا العرب منذ 48 لحد الآن بتتكلم تقريبا في 10,000 الحروب في أثناء الحروب أقصى تقدير 10,000 قتيل شهيد. إحنا بقى أضربهم في 10 دي أضعاف الحروب الداخلية الناتجة. آخر مثلا آخر هذه الصراع شوف حرب لبنان الداخلية شوف الصراع بين الحوثيين والموجودين في اليمن والحكومة اليمنية الصراعات بين الدول داخل العام العربي تسببت في من 48 ل 91 الى قرابه 1,030,000 نسمه وتهجير 7 مليون نسمه. يعني هذا بس فقط نتج عنه شوف نزحوا قد ايه. فاتمنى نكون يعني عملنا اضاءه اليوم. طبعا الملف كبير جدا احنا اشتغلنا فيه بقى 3 سنين لأن في حوالي إصدارات إن شاء الله موقع يعني إصدارات موجودة وضعها الموقع الآن صوتية تمنى فيها الظاهرة الشيعية والحالة المسيحية وكيف نجعل التنوع قوة ليس ضعفا. فاليوم بس كانت هذه إضاءة على أن التنوع في نظرنا قوة إذا تعاطينا معها بدرجة كبيرة جدا من الحكمة والفائدة واعتبرناها قوة ليس ضعف. يمكن من خلال هذه المحطات على مستوى مشاريعنا على مستوى علاقاتنا على مستوى أفكارنا أظن إن شاء الله نتحرك بمسار منفتح على المستقبل بدرجة أوسع من انغلاقنا هذا الانغلاق الحاد الدامي والمؤذي. فأتمنى أكون يعني عملنا إضاءة اليوم فيها إفادة وأنتظر الأسئلة بإذن الله.